اهلا فيكم بفيديو اليوم. اليوم زي ما بتعرفوا اول يوم عيد، انتم حتشوفوا هذا الفيديو ثاني يوم عيد. المهم شفتكم منشنيني على سمول كابتشينو، بعايد علينا سمول كابتشينو. خلينا نشوف هذا الفيديو. بكره وشو بكره عيد. سمول كابتشينو بعد كل جملة بيحكيها او كل كلمة بيحكيها بحب يضحك وبفرض ضحك كمان، يعني زي ما انتم شفتوا. بكرة عيد. ودي انكم تشوفون كمية المسجات اللي جت من العيدين من العيدين من العيدين من العيدين. والله ما رد عليكم، والله ما رد على ولا واحد، لانه عيد بكرة. تعيدوني الحين ليش؟ بكرة عيدوني ولا ارد عليكم كلكم. انا اساسا بعيدكم بكرة، معايدة هنا عامة للكل. ما حد سأل، ما بعرف ليش حكى هاي المعلومة، ما بعرف ليش دائما سمول كابتشينو بحسه قاعد بيتحالى بورجي انه شوفوا انا كيف عندي متابعين بيعايدوا علي، بس ما بيحكيها بهاي الطريقة، يعني شوفوا كيف انا عندي متابعين بيعايدوا علي، بيحكيها بطريقة تانية انه كتير وصلتني الرسائل. لو تشوفوا كم رسالة. هذا الفيديو قديم من 2020، بس في فيديو جديد لقيته لسمول كابتشينو قاعد بعايد علينا نفس الشيء كل عيد، يعني نفس الروتين، هو ماشي على هذا الروتين شكله من 3 سنين. خلينا نشوف هذا الفيديو. الناس اللي عايدون واللي يرسلون معايدات والجوال ما شاء الله امتلى معايدات والسناب امتلى معايدات، كلكم بإذن الله واحد واحد راح أرد عليكم بكرة بعد صلاة العيد. من طبعي ما عايد أحد إلا بعد صلاة العيد مباشرة بإذن الله بكرة. نفس الشيء نفس الكلام، ما حد سأل طبعا ولا حد بده يعرف، بس هو بيطلع وبيوضح هذا الشيء، يعني في كتير ناس معايديني بس أنا ما حرد على حدا. طب لا تردوا خلص، بعدين إلا هي معايدة يعني بسيطة عادي، رد عليهم شو فيها لو رديت. بس خلص هو ماشي على هذا القانون وبيحب يوضح لنا هذا القانون كل عيد. راح أرد عليكم طبعا. ناس كثير يسألون هل راح افتح المكالمات زي الاعياد اللي راحت ولا لا؟ بكره ان شاء الله باذن الله راح ابلغكم، واذا بفتح المكالمات راح احط لكم رقم للتواصل على اساس اعايدكم وتعايدوني. طبعا لجمهوري كامل يعني وللناس كلهم، يعني مش لناس معينين وكذا، اذا بفتح المكالمات بفتحها للكل. ولا مشهور بيعمل هاي الحركه، ولا حدا بالسوشيال ميديا بيحط رقمه بيخلي الناس تتصل فيه تعايد عليه، بس سمول كابتشينو غير. ما شاء الله عليك يا سمول كابتشينو، تواضع عنده يعني مو طبيعي، عشان هيك بحب دائما يحكي لنا كيف عنده كثير فانز وما بيرد عليهم الا بيوم العيد. ولو تشوفوا قديش بعثوا لي كثير بعثوا لي. في وحده كاتبه كومنت امس ارسلت له وعلى طول رد، واضح زحمه عنده. يمكن البنت بتكذب، يمكن بتحكي الحقيقه، احنا ما بنعرف، بس بتوقع كل شيء عادي جدا سمول كابتشينو يكون طالع بيحكي هذا الكلام بس عشان يبين انه شوفوا كيف عندي كثير انا ناس بيحضروني وبيعايدوا علي. اللي ما بيعرف انا شخص مهم، فاهمين؟ طيب يا سمول كابتشينو، اوكي راح افتح مكالمات، ليش ولي العهد؟ خلينا نروح نشوف منشنات تانية احسن. احمد الدنيا عيد يا احمد، انت بتعمل ايه يا احمد؟ ارجع البيت، عايد مع اهلك، اقعد معاهم احمد، مشان الله ارحم نفسك. شو تسوي طالع في اول يوم عيد بعد الصلاة على السريع؟ احمد بيطلع بيخلص صلاة العيد باركور سريع سريع. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر والله يلحم، الله اكبر الله. لا تحكي لي حتكمل الفيديوهات كله لمده دقيقه وانت بس بتعيد نفس الشيء، الله اكبر الله اكبر. تكبيرات العيد بيسووها بالمسجد، بس تصلي العيد سويها، مش تطلع تسوي فيديو رسمي وقاعد قعدتك هاي رجل على رجل وبتكبر لنا عن جد. خليني بدي اكمل، بدي اشوف هذا الفيديو لاخرته، بدي اشوف لوين حنوصل، حيحكي اشي ولا بس هيك حيضلوا يكبر. كل عام واحنا بال وخير، عيد الفطر السعيد، وان شاء الله تنعاد عليكم والسلامة والسلام يا اخوان، ان شاء الله بنشوفكم.
العيد الكبير بجبل عرفة إن شاء الله يا أبو مراد. الله يسمع منك يا أبو مراد. شكرا لك على هذا الفيديو الجميل جدا. شفت كمان منشن لك أنا أبو مراد اليوم وأنا قاعد مع الضيوف، شفت لك منشن هيك من تحت لتحت، فتحت التليفون شوي على السريع شفت المنشن قدام وجهي طالع وقاعد بترقص مع واحد في المول. خلينا نشوف هذا الفيديو. أبو مراد يا أخي دارك ويب أبو مراد، طالع بس ومبسوط، فالحمد لله. إن شاء الله بتلاقي وحدة هناك تخطبها ترتبها بالعيد. أنا بعرف أنت كل طلعاتك بس عشان بدك ترتب وحدة، نفسك تتزوج مش عارف كيف، فصرت تطلع تحاول تفترس عن جد بنت من البنات تحاول تشوف وحدة تخطبها. دامك يا أبو مراد أنت سعيد، أنا كمان سعيد. لا فاميل بيتش اي لايك ذس سموك كانب. هاي المعلومة 100% حقيقية انه الشيطان بينحبس برمضان. هي طلع ما بعرف شو النظام تاعها هاي البنت، ليش هيك مسوية؟ يمكن هي اصلا ما تكون متحجبة ومسوية هيك بس عشان المشاهدات، اكيد لانه حيجيب مشاهدات. واحدة مش لابسة منيح تحت بس فوق متحجبة، فناس كتير حتنصدم وتعلق، فكتير بنات بيسووا هيك بس عشان مشاهدات. في بنات عرب أنا بشوفهم بيكونوا أصلا مش متحجبات وبيعملوا هيك بس عشان المشاهدات. بس هاي البنت من إفريقيا، فيمكن يكون عندهم عادي إنه البنت تتحجب وما تكون لابسة من تحت إشي منيح. طبعا هو بالإسلام مش عادي، بس يمكن عندهم هيك المجتمع اللي عايشة فيها بيشوفوا هذا الشيء عادي. تعرفوا يا أخي هذا الفيديو والله ذكرني بواحد كنت بعرفه زمان. خليني أحكي لكم هاي القصة. هذا الإنسان كان يعمل أشياء غلط كتير وكان ياخذ اشياء غلط، انتوا فاهمين علي، ما بدنا ندخل بالتفاصيل بس كان ياخذ اشياء جدا غلط. المهم مره انا وياه كنا طالعين رايحين لمكان بعيد، يعني سواقه ساعتين تقريبا، فبعدين واحنا بنص الطريق حكى لي مازن اول ما تشوف جامع بدي اياك توقف. انا وقتها انصدمت انه ليش بدك جامع، لانه رسميا هذا الانسان كان يعمل كل إشي غلط. بس احكي لكم كل إشي غلط كل إشي، فبدك جامع وضروري ليش؟ المهم انا بالطريق ماشي لقيت جامع وقف، نزلنا صلينا، فبعدين بس رجعنا نركبنا السياره ولقيه عم ياخذ اشياء، انتوا فاهمين علي، عم ياخذها هيك قدامي. طيب اخوي انت لسه مصلي، مش فاهم انا شو منطقك في الحياه كيف المشكله. بعدين بس حكيت له انه طيب انت كيف هيك، يعني انت لسه مخلص صلاه وبعدين راجع مخلص الصلاة وجاي تاخذ هاي الأشياء اللي هي مليون بالمية حرام وذنب جدا كبير. فبيحكي لي أهم إشي الصلاة. صح كلامه 100% يا أخي، والله صح كلامه، بس نفس الوقت يا أخي منطقك أنت جدا غلط. في ناس ماشيين على هذا المنطق بيفكروا أنه خلص دامني أنا بصلي كل ذنوبي تمسح، خلص هيك أنا بقدر أسوي اللي بدي إياه، المهم أني أصلي. مش هيك ماشي الحياة، مش لأنك بتصلي خلص بتقدر تسوي اللي بدك إياه وكل معاصي الدنيا. هو طبعا لازم تضل بتصلي، بس بنفس الوقت لازم تحاول تطور من نفسك، مش تخلص صلاة لسه على السريع. أول ما خلصت الصلاة رجعت ركبت السيارة أبو الشباب بلعت، مش هيك، ما بينفع هيك أخوي. ما بعرف ليش هذا الفيديو ذكرني بهذا الإنسان، بس تقريبا هي ماشية على نفس هذا النظام، لأنه لابس الحجاب وتحت الحجاب لابس كات. حددي موقفك. ما أقولك استنى 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 تاني أنا ما بعرف، صرت أحس بس أدخل تيك توك بدخل أحد على غرفته. ما في يا أخي شوي بس هيك لنفسك وقت أنت وزوجك؟ لسه مخلصين يا أخي العرس السريع هيك بدك تصوري تيك توك؟ لو صار معي هذا الموقف يا أخي رح أنزل من الفندق أقعد أبكي. ليش هيك عم تعملي؟ عادي أنبسط يوم عرسي، ما بدي أتصور، ما بدي أنزل على تيك توك، عادي شوي بس هيك أعيش معاكي، بدي أتزوجك أنا، أنت مرتي حتصيري، ممكن خلص؟ مش كل إشي محتوى، مش كل إشي بينزل على الإنترنت يا ناس يا عالم، افهموا مش لهاي الدرجة يا أخي. هاي أشياء خصوصية بينك وبينه، يعني وعامل هذا الفيديو مبسوطة ومنزليته للناس كلها، يا أخي خلي شوي خصوصية. عن أصلا الموضوع محرج، محرج جدا أنك تسوي هيك فيديو. هذا اليوم المفروض يكون يوم خاص فيكو بينك وبينه، مش ينزل للناس كلها على التيك توك. مش إحنا المتزوجين، أنتوا المتزوجين، حتى لو أنتوا مشاهير، حتى لو أنتوا بتصوروا حياتكم، بس في أشياء وفي نقاط بحياتكم بسيط تتصور، حتى لو مزح، حتى لو ترند، مش لأنه ترند أو هذا الصوت هلأ بيجيب مشاهدات خلص يلا جتني فكرة خليني أصور حالي بالحمام وأنا بخر. مش كل إشي بتصور، افهموا علي. ومنهم كمان يوم عرسك بالذات، بس تخلص العرس وتروح على الفندق لا تصور أخوي. وبس هذا هو الفيديو لليوم، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب ونشوفكم على خير، فأمان الله.